هنا تتغير ملامح المدينة وتتداعى أطرافها، تبدو الأحياء غريبة على قاطنيها. فقصف الطائرات الإسرائيلية حول هذه المنطقة إلى ركام، لا يعلم المدنيون الخارجون من حي رمال المنهك إلى أين يتجهون، لكنهم يدركون جيداً أن منازلهم لن تعود كما كانت قبل 7 من الشهر الحالي. لعل الخبز والماء بات أكبر مطالب المدنيين القابعين في غزة المحاصرة. عدد الضحايا ليس بمعلوم بالنسبة إليهم، والتفكير بموعد القصف المقبل أرهقهم. في ناس يا عم كتير استشهدت في قلب بيوتها، ما بتعرفش هذا مش بيت ولا بيتين ولا 10 ولا 20، مربع بالكامل راح، كلها عمارات، كلها عمارات حديثة. يدفع المدنيون ثمن هذا التصعيد غير المسبوق، إذ إن الاستهداف المتعمد للمدنيين والهجمات العشوائية تعد جرائم حرب وفقا لمنظمة العفو الدولية، غير أن آلة الموت لها رأي آخر.